صبحكم الله بالخير والعلم الزين، بفرجكم على المكان اللي حنا ساكنين فيه زي ما قلت لكم أمس، وهو آمن بمراحل. أنصح أي واحد بيجي كبتاون، وأنا بكتب لكم يعني ثريد كامل في نهاية الرحلة وفي نهاية هذا اليوم لأنه آخر يوم. المكان اللي حنا ساكنين فيه آمن بمراحل من جميع الأماكن اللي ممكن تسكن فيها في العاصمة كبتاون. هذا اللي بيجي كبتاون يسكن فيه، مكان مرة جميل ومريح، تقدر تتمشى 10 في المساء. بفرجكم على المكان بس أعتذر منكم، غرفة النوم ما أقدر أصورها. تعرفون شغلة العزابية، حسنا أنا والأمريكي فوق تحت. قلت لكم هنا الأمان مرة عالي جدا، شوفها ما تطلع أصلا إلا بالكرت وما تدخل إلا بالكرت. صبحك الله بالخير يا أبو ناصر، مشينا توكلنا على الله. أمريكي صباح الخير. بسم الله. جمال المنظر ما شاء الله تبارك الله. ابشر بس سعد جوعان الامريكي جو. يلا اسمع لا وجبه اطفال والله انا وجبه يا الامريكي وجبه الاطفال حلوه تدرنا حلو سموبي تدرنا حلو لك العقد شاده في الرجل معشقها في اثنين خلاص امشي يا تفطرون معي لا يا قلبي حنا ما احنا مفطرين معك ها يا ابو ناصر اخرتنا يا رجل شو يسوي الشيبان انت سرحت لنا بدري عنهم والحين صحوا ويبغون فطور ولا يعرفون ينزلون لازم نمنهم مكانهم والامريكي هنا مترجم للطلب المدرسة وصلت ما عاد في سفر يا حبيبي سناب قفل الأسبوع الجاي يلا مدرسة الأشياء اللي شدت انتباهي هنا بجنوب أفريقيا ما شفنا واحد معاه طفل أنا ما أدري فين عيالهم نادرا تحصل لنا 12 يوم يعني نعدون على الأصابع اللي معاه طفل ما أدري صراحة فين يخبون الشيء الأغرب قبل لا أقول لكم المعلومة الأغرب يا جماعة أنا يفقع مرارتي اللي صور زي كذا الشمس صادعة على الجوال والمشكلة إذا كان عنده يعني متابعين يا أخي أنت كيف تصور يا أخي سوي زي كذا بس انحلت المشكلة أشوف ناس يسوونه زي كذا يرتفع ضغطي ما أدري ليش المعلومة الأغرب هنا يا جماعة السمنة بشكل ما تتخيلها الله لا يوريك وخصوصا النساء سمينات وين تلقى لك واحدة مو بسمينة وخصوصا الشابات اللي مو بكبار بالحيل سمنة مفرطة حتى لما سألت ماك صديقنا المترجم اللي معنا من بداية الرحلة جنوب أفريقي قال لي غازي بسبب الفاست فود هنا الناس يعتمدون على الوجبات السريعة فهي اللي سببت السمنة زي يا دافع البلاء الله يبقيك هلا يا ابو سعود ما شاء الله طيب على الحين ما صار فطور صار غدا ابشر بس سعد امس صوموا اليوم انتم صومتوا عتبكم على المشهور اللي صار من بدري صور ما والله لا والله بس شفتكم نايمين يا عمي انا نايم من بدري صح والله يا ابوي انا عيونك متنفخه ما شاء الله حتى الفيو عند شيباننا ما شاء الله تبارك الرحمن شيء مرتب ابو ناصر يا ولد قهوتك فين؟ انا معونا اللحم الحين عشان اشحنه واظبط معونا اللحم لحم الصيد ها؟ ايه وعم سعيد وش عنده هنا؟ عم سعيد مشكلة انا وقعت انا وياه في مشكلة هو اصحابه حقين ولع وصيد وانا نفس الطريقة الجروب كل ابوهم يراسلوني ابوهم من لحم الصيد الجروب من هم؟ اصحابي ربعي اللي ايه انا والله استراحت اما الدوام في تبوك عندي والله خط احمر لازم اخذ حقهم من هنا وحقين طيب اخذوا من حقكم لا تاخذوا من حق غيركم ما ثاني ما ابوي يدري عن الكلام ذا؟ لا ما درى ثاني ما يعرف ما درى طيب ولا انا بهدي ابوي هلا مقرن وعمي سعيد عانهم لعبوا في اللحم حقك ليش؟ يقولون نبي ناخذ نهدي يا عمي ما فيك كذا ولا كذا خليني ياخذ من استحقاقه
فيه يا سعيد انت مدير وش فيه علمونا عندكم الاجتماع زبط اللحم يا ابوي لا تاخذون لا تاخذون الاستحقاق باللي ما بقولكم لا تصلون الى بدري هذه انت وش تبغى نعطيك اللي تبغى بس خلاص نعطيك لا تفتح النظره او تبلش لا والله نعطي اللي ما فيه انا حقي والله ماني مخلي منها الكبر وما زدت عليه ما نقصت بودي ربع اللي هناك اهل تبوك واسمر انا وياهم ونمصب بالعافيه ايوه حقك ما حد قال لك عين الشيء حقك ما نقول لك شيء لكن اللي ما بحق لك لا تمد يدك على الا باذن اهلك ثاني ما اعرفهم شو يا اخوي العاملين على اهلك الامريكي عطى مصاص وخليه يروح لابوه مالك دعوه فيهم مالك دعوه فيهم اللي ياكل واللي يعطي مال ياخذ استحقاقه ويسوي فيها اللي يبغى عاملين كلنا عاملين رايحين للمحميه وذابحين وجايين وسارحين وسهرانين وجايين من السعوديه حتى العاملين مغربين حقين شاورما وشبس وبعدين احنا بنتقاسمي الثلاثه والله يا ابوي ما قالوا كذا يقول انا وانت يا عمي سعيد ابن تقاسمه ما تاخذون حق احد الا باذنه وتعلمون انكم تبي تاخذونه قبل غازي تعطيه ضبي ولا ارنب وشبيب اسمع يا مقرن ان شاء الله اكل من لحي على لحي وش تبي انت يا غازي انت لا تعرف تطبخ ولا لك اصدقاء يحبون الشيء هذا ولو وابو شوق برضه نفس الطريقه والله يا ابوي يبيعه ينطر في الشارع ابو لك شغل مصلحجي يا غالي ما يهمك انت ونمر هذا كله ما انت تروح لبيته وكذا يا بها صب احقنها على قولتهم عقاب انت بالنعام هناك يا النعام النعام كثر اضباطهم كل ابوها اخذها بس انت تبي تجملون مع اضباط انت هي بالنعامه هي النعامه اكل مره وانا ابغاها يا لا 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 مساك الله بالخير يا ابو نايف مساك الله بالخير يا ابو ربيع شلونك اليوم طيب لا بخير جعلك بخير انت وهالشياب الطيبين الله الممتعه الله يسلمك ما تمسي غير على ابو نايف انت مسيت على انت صبحت عليك من بدري يا ابو ناصر من بدري وانت معي ما وجدتنا البارح وانت معي يا جماعه ام فيصل هنا من خواتنا السعوديات تشتغل بنفسها واقفتن على حلالها عندها شركه هنا سياحيه يطلع وجهها والله والله يا جماعة أنا قلت من معك يوم فيصل قالت والله ما معي أحد إلا ربي اللي خلقني ومعتمدة عليه وعزمتنا للغدا قلت تم أبد ولا أبو غريب على السعوديات أصلا عزمتنا للغدا أي والله عزمتنا للغدا عليك بنت مجربة عارفين هزحول الرجال اللي تنومس نسيبها تعب لها العيرات وتعب لها الزدا مسافر لها لو هي بعيد مغيبها تراهم يسوقون تسحيلات فلسة بقحص المهار اللي خفيف هذيبها تجلب حرارة من علاوي وكورها تقضي لوازمها وتاخذ مصيبها توكلنا على الله مش انا يلا بسم الله تسلمون الله يبيض وجهك يا ام فيصل حتى السيارة جتنا لحدنا عشان نركب ونروح المكان العزيمة منشاكم لنا الفاكم يا مرحبا هيل عد السير وعد ما استطاع ندمس هيل حياكم الله الله يبقيك يا ام فيصل صراحه انه فخر الانسان اللي حتى وهي خارج بلدها وباقي ملتزمه بالعادات والتقاليد انه شيء يرفع روسنا كلنا يا ام فيصل الحقيقه يبيض وجهك من الناس السعوديه رجال ونساء ما هو الوطن دائما مرفوع خير من يمثل بلد الوطن يا ام فيصل والله انت خير من يمثلها اي والله يا ام فيصل يقول هذا طبعنا وانتم من ربعنا وحنا سعوديين وهنا طالب الله يسعدك يا ام فيصل يا هلا ويا مرحبا هذول الشباب السعوديين يا غازي وهذا اليوم اني عزمتكم عزمتهم طلاب شركه فجر الغد ما شاء الله هذا طال عمرك عبد الله الثبيتي ونعم وهذا طال عمرك حمد العريني ونعم صار العريني خالد ونعم. الحربي ونعم محمد بياني الجهني ومحمد الوقداني ونعم فيهم جميعا ونعم فيهم مساكم الله بالخير يا شباب متشرفين بشوفتكم وقواكم الله واليوم طال عمرك عندنا بعضهم تخرج الايام الماضيه وبعضهم ان شاء الله بعد اسبوع عن طريق شركتي يوم فجر نعم، نعم، ما شاء الله تعاملينهم كان تسنت والدتهم ما شاء الله ما شاء الله طال عمرك حسام يستاهل حسام يستاهل طال عمرك وهذا خالد متخرجين ما شاء الله معهد جود هوب باذن الله وهذول ان شاء الله على وشك اليومين هذول الجايه ما شاء الله اللي بسلم شهادته اليوم بجي للمعهد وبسلم شهادته باذن الله كفو كفو يوم فيصل كفو وخير الشباب والنعم فيهم حتى اليوم اني احتاج حاجه وزهمت عليهم بالتلفون كلهم جو عم ربيع انت والعم سعيد نبيكم تقطعون القاتوه مع الشباب المتخرجين وارفع الشيله يا ولد يستاهلون الشباب يستاهلون 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 الحياة يا سعودي نحي روحك الحياة
طيب ابو ناصر عاشت ام فيصل ما شاء الله على هالنشامة محمد وفيصل جايين عن طريق شركة فجر الغد اللي هي شركة ام فيصل يدرسون لغة انجليزية الله يوفقهم وشلون تعامل ام فيصل معكم؟ والله زي امنا الثانية واي شيء يصير معانا موقف ولا شيء يتبادي نفسه وتسوي لنا اياه والله زي امنا بيض منها الا كل خير بيض الله وجهه والله ما تسلم منها الا كل خير وما قصر وامنا الثانية بكيب تاون النموذج المشرف اللي صراحة الواحد يصوره وهو مرفوع الراسه ام فيصل مها العتيبي حرمة محتشمة ومستترة وخارج السعودية واقفتن على حلالها بنفسها والطلاب اللي يجون من كل دول الخليج كأنهم عيالها هنا تشرف عليهم في كل كبيرة وصغيرة ام فيصل بيض الله وجهك على علومة الغانمة وجهك ابيض طال عمرك ام فيصل اول ما كلمتني في جنوب افريقيا اول ما وصلت قالت يا غازي انا هنا الحالي وعازمتكم والله يحييكم تحية المطر قلت لها استغربت انا قلت يا ام فيصل زوجك عيالك فينهم والله زوجي في السعودية وإذا ما ربي رزقك بعيال ترى اعتبريني أنا ولدك ونعم فيك طال عمرك وهذا العشم فيك